ده يا جماعة جهاز بيك اب انتيك، قطعة نادرة جدا مش موجود منها قطعة تانية، عبارة عن كرة ارضية هاند ميد عليها خريطة للعالم القديم، وزي ما شايفين عبارة عن كرة ارضية مصنوعة من الخشب وتشغل اسوانات جميع الاحجام، وفيها من الداخل الابراج القديمة اللي فيها اسماء او صور الحيوانات، ودي من اندر القطع. ولو حد شاف قطعة زيها على الانترنت او في اي مكان ياريت يكتب في التعليق، لان مفيش منها قطع تانية.